اهلا يا ست الحاجه، اتفضلي. ده مفيش حد هنا. هما راحوا فين؟ الظاهر بقت مع مراته في المستشفى. طب متشكره قوي، كتر خيرك. اتفضلي يا حاجه، كتر خيرك. طب مع السلامه يا ست الكل. مع الف سلامه. يا ترى بتفكري فيا ولا في يا ساره؟ لو تعرف انا عندي احساس بالذنب لابو الولاد قد ايه يا فوزي. وهو سايب لها تركه كبيره قوي عشان يعبر لها عن حبه. انا مش عارفه ليه الاحساس ده ما بيروحش من جوايا. طب وبعدين؟ مين؟ انا امك. امي؟ فين يا امي؟ في ايه؟ الحق اخوك. اخويا مين؟ اخوك عمر. ماله عمر يا امي، حصل له ايه؟ ضاع وسطيهم، ضاع وسطيهم. يا امي ارجوك اتكلمي. يا عمر حصل له ايه؟ بقول لك ايه، انا ما كنتش عايزه اجي لك عشان عارفه ان انت عصبي. انا رحت لاخوك احمد لقيته مع مراته في المستشفى، عشان كده جيت لك. يا امي ارجوك اتكلمي. الموضوع بقى سداح مداح، سكران هو ومراته كل اللي معاه. تصدق ان سايب مراته مالت ومخلي الرجال عماله تحضن فيها؟ كل ده بقى عادي عنده. اخوك هيضيع، هيضيع مع الست دي؟ ما بقاش عمر اللي متربي في حضني. الحقوا يا اخويا قبل ما يضيع مننا، عشان خاطري يا اخويا، بس بالهدوء عليه. طب تفتكري يعني يا امي انا ممكن اعمل له ايه؟ يعني ايه؟ يعني عمر يا امي بقى كبير، راجل مسؤول عن نفسه وعن بيته وعن مراته. اقل حاجه ممكن يقولها لي انت مالك، ساعتها ابقى خسرت اخويا مدى الحياه. يعني نسيبه كده يضيع؟ لا يا امي، بس الموضوع عايز تفكير كده على هداوه. الموضوع دلوقتي صعب عليا وعليكي. يا ابني ده سابني انزل في انصاص الليالي وكان واقف زي المكتف في ايديه، حتى ما قدرش يقول للي معاه ان انا ام. حتى واحد منهم اقول لك ايه؟ اخوك ضاع، ضاع. مش هنسيبه يا امه، هنفوقه، بس الاول لازم نبعد الحياه دي عنه باي شكل. سيب الموضوع ده عليا. أنكل أنا آسف عن أي حاجة وكل حاجة حصلت مني. أنا بقى أنت حبيب قلبي من زمان وأنا من دلوقتي. أنتوا الاتنين ولادي حبايبي. ممكن أبقى أقول لحضرتك يا بابا؟ من غير ما تقول أنا بابا فعلا. ادخل. اهلا. اهلا يا احمد. ازيك يا خالد؟ خير؟ كلمتني وقلت لي تعالى بسرعه ليه؟ طب اقعد بس، اقعد. امك متضايقه قوي، هتموت من الحزن. ليه؟ مرات عمر عملت لها حاجه؟ يا ريتها هي. عمر ضايقها؟ امك عندي من امبارح، جت في نص الليل لوحدها. يا نهار زي بعضه. ايه اللي حصل يا خالد؟ اللي حصل ان اخوك بقى خواجه ونسي ان هو مصري. يا خالد فهمني ايه اللي حصل وبلاش شغل الالغاز ده، انا عصبي مش مستحمله. البنت اللي معايا دي يا سيدي خليته يسكر وبقى على فرانك على الاخر. يسكر؟ عمر بيسكر؟ ايوه سيدي. والبي ساب امه تنزل في انصاص الليالي لوحدها وما قدرش يعرفها بضيوفه، والبهوات عاملوها على انها شغاله. الحيوان انا هوريله. استنى بس يا اخي استنى، انا كان ممكن اروح لدغدغه قبلك، بس احنا مش عايزين نتصرف بشكل اهوج، لازم نفكر كويس قوي قبل ما نتصرف. فكر انت لوحدك يا خالد. يا ابني استنى يا احمد. استنى ايه بس يا خالد؟ انت عارف اللي حصل ده حصل مع مين؟ حصل مع امي. ما حصل مع امي انا كمان يا اخي. اهدى بس، اهدى. هنقدر نرجع لامي كرامتها ان شاء الله، بس برضه لازم نفكر في عمر كويس. فكر انت فيه لوحدك يا خالد. يا اخي استنى بقى. بقول لك يا خالد سيبني دلوقتي عشان خاطر انا عفاريت الدنيا بتتنطط قصادي. بدل ما انت قاعده كده يا ام خالد عبال ما نقي الرز.
مالك يا اختي؟ مفيش حاجة. مالك يا طنط؟ بتقول مفيش حاجة. ازاي يعني؟ هو احنا مش عارفينك؟ مفيش حاجة يا بنتي. خلاص يا ماما هي حر، سيبيها براحتها. أنا هروح أشوف الشوربة اللي على النار. أصيلة! عمر! نجحت مش كده؟ هو كده يا أم عمر بيه، عمر باشا كمان! يا حبيب قلب أمك، ألف مبروك، ألف نهار أبيض. أنا كمان نجحت، وعملت اللي عليا. غمضي عينيكي. أهو. فتحي بقى. إيه ده؟ خلاص. كل حاجة بقت جاهزة. كلها شهر ولا اتنين وأطلع على أوروبا. ابنك هيسافر أوروبا يا أمه. أنت بتقول إيه يا واد؟ أنت بتقول إيه يا عمر؟ اللي سمعتيه يا أمه. خلاص صاحبي بعت لي كل الورق بتاع السفر. مش فاضل بس غير الجيش. ادعي لي يدوني غير لايك زي ما ادوا لأحمد. الله، ده أنت بتعيطي كمان أهو. يوه، أديني قايمة مروحة. لف هنا وبص لي وقول لي ازاي قلبك هان عليك انك تنزل امك في انصاص الليالي وهي في الحاله دي؟ ازاي تخلي واحد حقير قاعد عندك يقول لك ويقول لامك انها شغاله عندك؟ ازاي؟ صدقني يا احمد انا كنت تعبان واغمى عليا. اغمى عليك من السكر يا خمرجي، هو ده اللي انت بيتفلح فيه دلوقتي؟ انف، انت لازم اطلع بره دلوقتي. انت تخرسي خالص، مش عايز اسمع صوتك. ما لازم تعمل كده واكتر من كده كمان. اوت اوت، قول له عمر اطلع بره. ما تقوله، ما تقوله يا عمر. ما انت لازم تسمع كلام الست يا سيد الرجالة. انا مش عايز اسمع صوتك خالص، فاهم ولا لا؟ هو لازم يطلع بره. ممكن تخش جوه؟ احنا خلص بعض نتفاهم نتخانق براحتنا يا ستي. وانا مش خش قبل ما دي تطلع بره. افندم، مرات حضرتك اتصلت من شوية وطلبت الند. ايوة انت تعالي خدي دي، دي بيضرب جوزي وعايز يموته. ممكن تتفضلي جوه يا مدام؟ احنا اسفين قوي على الازعاج، بس ده اخويا ومفيش حاجه. حضرتك عارف ان احنا مكلفين بحمايه المكان والسكان اللي فيه. احنا عارفين الحكايه كلها، ان احنا كنا بنتكلم وبعدين صوتنا عالي شويه. هي خواجه بقى ما تفهمش طبعنا. عموما احنا اسفين تاني. على اذنكم. اتفضل. بكره ياما نشوف وياما نسمع. عن اذنك. استنى يا احمد، انا عايز اروح لماما، عايز اصالحها. لما تبقى راجل وتعرف تجيب حق امك يبقى تعالى شوفها. عن اذنك يا مستر عمر.